احنا النهارده في محل عمرو حسن، ده فين؟ في مول القدس في الدور الاول والثاني في العتبه. طبعا احنا جايين عشان خاطر عيد الام وتصفيات الشتاء اللي هم عاملينها، صح؟ عاملين عروض حلوه جدا، فاحنا جايين عشان نشوفها بسرعه معاكم. اهلا وسهلا. احنا بمناسبه عيد الام عندنا الجلابيه دي. عاملين جلابيه بس عشان عيد الام. دي مصنع اسمه ارابيلا، ده أرابيلا. دي ماركه، دي مستورده. القطن المصري طبعا هو لا يعلى عليه، هو اساسا الامهات بتحب القطن قوي جدا، هو حاجه اسمها قطن. ده مخصوص لعيد الام اصلا، دي حلو قوي. وكمان سعرها دي كانت ب 175 جنيه كان علشان عيد الام ب 110، فتره عيد الام ب 110 جمله موجود، جمله موجود قطاعي، والسعر ده بسعر الجمله. هي مريحة جدا اساسا، مريحة جدا، والملمس يعني كمان انتوا هتيجوا هتشوفوا. ايوه حلوه جدا فعلا جدا. وفي كمان موديلات كتير، يعني عم نوريكم بقى بيت الموديلات دي. احنا بنحب نبدا بيها عشان خاطر الامهات بتحب الأمهات الحاجات طبعًا. وكمان السعر ان هي 75 ل 110 يا جماعه. اهي دي التايجر، برضو عندنا التايجر بالوانه بديخه ايه عشان حلوه قوي. دي فايبر صح؟ بصوا طبعا هي فيها زي حركات كده من الجنب، حلوه قوي. دي بكام تخيلي كده؟ عامله مثلا 200 90 جنيه 90 جنيه 90 جنيه بس. عامله 90 جنيه يا جماعه، دي ممكن تلبس مثلا لحد قد ايه؟ لحد 90 كيلو يا بلاش والله العظيم يا جماعه. طلع يا ابني ورينا. دي نفس المصنع، في منه كذا موديل. دي خامة ايه؟ نفس القطن، فايبر قطن. فايبر قطن؟ هي الخامة ناعمة قوي، بصوا من تحت عاملة ازاي؟ ناعمة وسوفت ولكرة، يعني هي أيوة لكرة كمان بتمط، لكرة شديدة، لكرة عالية. دي بكام؟ 85. 85؟ بس أنا حاسة إن هو بيقلل، يعني كان 110 كده. إيه ده؟ أهو، وفي دي؟ دي ب 80 بس بقى. بيقلل يا جماعة قلت لكم. لا بس هي الشكل اساسا حلو جدا. دي بكام؟ 80؟ ب 80. وغير كده هم بس علشان الخامه هيجوا هيشوفوا الخامه هيتوهموا. لا والعروض دي عشان عيد الام. عيد الام. غير كده يا جماعه هنرجع تاني نعلي. موديلات كتير جدا. لا هي اساسا الاشكال تحفه. الحمد لله. الموديلات دي حصريه عندنا وبس، محلات عمرو حسن مول القدس بفضل الله. الدور الاول والثاني، وهنحط لكم برده لينك التليجرام ورقم التليجرام ورقم التليفون وكل حاجه. اتفضل. بص ده الظهر كده، ده الظهر الوش. هي برباط، رباط من فوق اهي، وبرده لكره. لكره حلو قوي. بصوا الوانها يا جماعه سم مبهجه، في بهجه. الحمد لله الشغل ده عندنا وبس، وعندنا كاشات صيفي، وعندنا الترنج ده. ده ترنج بقى، ده مش عشان عيد الام، ده عشان العرايس، عشان العرايس بس بفضل الله. اهو طلع ده، افتح ده، افتح ده. في منه اشكال والوان، في اكتر من 100 موديل، اكتر من 100 رسمه بفضل الله. ايوه اتفضلي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده جميل. ب 150 جنيه الترنج كله، ب 150 جنيه يا جماعه. ده مبطن من جوه وشياكه، ده 150؟ في منه اكتر من 100 رسمه والله العظيم. ده انتوا ده الترنج مش بيت بقى صح؟ ينفع هو هسخره. هو بيمشي الاثنين على كوتشي عادي، هيمشي يعني كنا. فلوسك مش هتروح. ده موديل تاني اهو. طبعا يا جماعه تاني. البنطلون والتيشيرت هو اساسا متبطنين من جوه، فحلو جدا. ده ب 150. من صدمه السعر بس مش قادره افتكره. لا وبقى عشان العرايس برضو احنا بنراضي كل الناس، العرايس والامهات والستات، ستات البيوت كلهم. من فضل الله الروب ده حكايه، اللاكلوك اهم حاجه والله العظيم فعلا. هو بيتكلم في كلام بقى بجد مظبوط، ده اهم من اي حاجه. البرد بيبدا من الرجلين. والله بس هو اصلا اللون حلو جدا. ده موجود منه 6 الوان. هو اللون ده خطير ناعم. موجود منه 6 الوان. في برضو اللي هو الكابشو بتاعه، ده هو ناعم قوي. ده بكام بقى؟ ب 180 جنيه.
180 جنيه يا جماعه تدفي رجليكي يعني مفيش اسعار جسمك وكل حاجه. وده لون تاني طويل قوي الرمادي طويل يعني مش واصل لحد تحت الرمادي. هي كل الالوان اشيك من بعضها ده يعني لسه انت هتيجي تحتاري بقى. نبيتي وكحلي وجنزاري لسه في كذا لون حلو قوي ده كل ده موجود عندنا على التليجرام. 180 180 بس 180. لازم نقول بس دي ال 180 دي مش موجوده قوي. عند حد حلو قوي. في برضو الموديلات الصيفي. هو كمان يا جماعه نزلوا الصيفي. الصيفي بقى الجديد يعني الاسعار دي تنافسيه جدا بفضل الله احسن خامه في السوق الحمد لله. انا ما شفتش حتى لسه نازل الصيفي زيهم كده كله بيعمل تصفيات الشتاء اساسا. الشدو خلص من الاسعار. ايه ده؟ طب بصوا يا جماعه الصيف حلاوه الصيف. ايوه ايه ده معاك اهو. ده اصغر مقاس. ده عندك لحد مقاس قد ايه؟ لارج اكس لارج 2 اكس. 2 اكس اخر حاجه. اديني سعر. طب يعني هو المفروض ان ده اقل حاجه هيتباع ب 250 جنيه احنا عندنا هنا ب 185 جنيه. 185 بس من كام؟ من 250. من 250 عند اي حد ب 250 يا جماعه. هو الخامه احنا بنصنع لنفسنا الحمد لله. وده اصغر لله. مقاس اساسا بنصنع لنفسنا الاسعار دي مش موجوده عند حد غيرنا عندكم. لا لا ايه ده في ايه؟ وفي بقى في ده تركي خامه تصنيع تقفيل كله تركي بفضل الله اهو. البنطلون شكله تحفه تحفه. بصوا ده بكام بقى؟ اديني سعر كده بسرعه من كتر الحلاوه حاسه هتفاجئني ولا ايه؟ 195. لا تركي بس استيراد حلو قوي. حاجه عاليه جدا. ده اصغر مقاس برضو. اصغر مقاس. في حد عندك 2 اكس؟ لارج اكس 2 اكس يا جماعه تحفه والله العظيم. البنطلون عاجبني قوي. في منه تاني في موديلات كتيره جدا احنا بنصنع وبنستورد الحمد لله. انا مش هوريكم كل حاجه هنا عشان تيجوا تشوفوا بنفسكم. احنا كل ساعه جديد بفضل الله. حتى لو شفتوا كل ثانيه كل ساعه شفتوا المحل كله عندنا كل ساعه جديد بفضل الله. هوريكم المحل كله عشان ما تجوش تخطفوا الحاجه. ده بكام برده؟ 100 ده 195. 195 ده برده اصغر مقاس يا جماعه. وزي ما عندنا الاسعار دي عندنا اسعار ثانيه. فاجئنا. هفاجئكم. فاجئنا. اكتر من كده اسعار والوان وخامات كل الخامات موجوده بفضل الله. طب بصوا اللون الاصفر ده يا جماعه فاهمين كده فيه. هي دي الخامه ايه بقى عشان ناعمه بقى؟ فايبر قطن صح. بصوا ده كام بقى؟ 80 جنيه. بتهزر؟ انا مش عارفه اتكلم. انت بتقول ايه؟ 80 جنيه بس. ده ب 80 جنيه؟ اه ده ب 80 جنيه؟ اه والله شفتي اهو. والليكرا برضه ستريتش جدا ده. ما هو بيمط اهو اهو بيلبس لحد 90 كيلو. 80 جنيه؟ اه والله. لا وكمان يعني احنا عندنا الصيفي كل ده صيفي الحمد لله. احنا مش هنقدر نوريكم طبعا يا جماعه كل حاجه هنا في المحل. هحط لكم رقم التليفون. رقم التليفون لينك التيك توك لينك التليجرام لينك الفيسبوك الانستجرام كل حاجه موجوده. طبعا هقول لكم تاني ان هو محل عمرو حسن الدور الاول والثاني. الدور الاول والثاني في العتبه. العتبه بالظبط. صح كده؟ العتبه الشوازليه مول القدس الدور الاول والثاني. عندكم جمله وقطاعي جمله وقطاعي وجمله الجمله كمان موجود من اول قطعه لحد 1000 قطعه من الموديل. عندهم كل حاجه يعني لازم تيجوا بسرعه عشان بيقول لك القطعه 80 جنيه. انا هاخدها اخليها معروف. وفي ب 55 انا ما اوريكيش في ب 50. لا ممكن نشوف ام 50 اخر قطعه عشان لازم نختم بام 50 معلش. مش عارفه ازاي ب 50. اه ب 50 يعني انتوا متخيلين الموقف وصل. انا حبيت اختم بيها بس مفيش اسعار اقل من كده بفضل الله عندنا احنا بس. في حاجه ب 50 اساسا. في حاجه ب 80 اساسا. ده مش 8 سندوتش. في منه الوان وموجود موجود منه الوان الحمد لله. طب يا جماعه تلحقوا بسرعه تيجوا عشان ام 50 دي مش هتقعد اساسا يعني. شكرا جدا ليكم. عندكم حاجات حلوه جدا. شكرا.